عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أميرة. كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. غدا نحضر معكم صابلي، صراحة اللي صورته على غفلة وقلت علاش لا نشاركه معكم بطريقة اللي هي جد بسيطة وسهلة بدون زبدة، غير بيضة واحدة وبالزيت. جا رائع وجا مقرمش وجا واحد البنة هائلة. على بركة الله ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. بركة الله غادي ندوزو نحضرو. كنحتاجو بيضة واحدة، وكنحتاجو كأس ديال السكر كلاصي، وكنحتاجو واحد الرشيشة ديال الملح، وكنخلطو الكل مزيان. ملي كنخلطوهم كنزيدو كأس ديال الزيت نباتية وكنخلطو الكل. ما خلطنا الكل غادي نزيدو قشور ديال البرتقاله محكوكه وغادي نخلطو. غادي نزيدو خماره ديال الحلوه من فئه 7 غرامات. انا عندي هنا خماره الحلوه من فئه 16 غرامات، خدت معلقه كبيره صافي. وغادي نزيدو الدقيق الابيض يكون مغربل والنوع جيد. غادي نزيدو غير بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه، غير جمعوها غير بالاطراف الاصابع حتى هاد صابلي ما كيبغيش يشد ليك، جمعوه غير بالاطراف الاصابع صافي. وغادي نبقى مستمره كنبقى نزيد بشويه بشويه الدقيق حتى كتجمع لينا العجين. وهاد العجينه ديال الزيت راه كيجي كتجي مرمله، وهاد العجينه المرمله راه كتجي زوينه في صابلي، كيجي مقرمش وكيجي هائل صراحه، كيجي بنين زوين. كما جمعتها غادي نوضعها في بلاستيك غذائي وغادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق. بعد ما ارتاحت دابا غادي ندوز باش نطلقها بالمدلك. كما كتشوفوا انا وضعت ورق ديال الفرن باش دغيا تسهل، ولا ديروا بلاستيكه صافي. غادي نبدا نطلق فيها، هانتوما تلقوها شويه رقيقه ماشي رقيقه بزاف، بين وبين هانتوما متغلضوهاش باش يجي صابلي زوين. ما طلقت العجين غادي ندوز باش نشكلها. غادي ناخذ طابع دائري، انا خدت طابع دائري ولاني مشنف من الجناب كما كتلاحظوا، غمسته في الدقيق الابيض باش ما يلصقش لينا. وغادي نبداو نطراسيو في العجين بهذه الطريقه، ثم تطراسيوش وتضغطوا وتبداو تحركوا في الطابع، ضغطوا طبعوا دقه واحده بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا وصافي، ما تبقاوش كتبقاو تحركوا فيه بيديكم غير باش يبقى شاد الفورمه وما ديفورماش. بعد ما كملت دابا غادي نبدا نهزها. غادي ناخذ موس وغادي كنغمسوه في الدقيق الابيض وكنهزوها من التحت من الاسفل ديال العجين وكنهزوها بسهوله. الا هزيناها بيدينا كتفرتت حيت هاد العجينه مرمله بزاف. دابا غادي نوضعها في صفحه الفرن اللي دمتها بالقليل من الزيت صافي. غادي نحطها فيها، بغيتو ديروا ورق ديال الفرن ديروه، وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل. ندخلوه الفران درجة حرارة من 170 حتى 175 درجة. غادي ندوزو نحضرو الحشوة. كنحتاجو الفا
الفواكه المعسلة، وكنحتاجو اللوز والكركاع اللي مقطعتهم قطع صغيرة هي وهاد الفواكه المعسلة، وكنحتاجو نيسلي. وغادا نبداو نخلطو الكل مزيان حتى يندمجو لينا مع بعضياتهم. بعد ما خرجنا صابلي من الفران خليناه حتى كيبرد، كما كتلاحظوا كيجينا على هذا الشكل، كيجي لون واحد وكيجي ما فيهش دوك الشريطات من الفوق، كيجي صامت. غادي ندوزو باش نعمرو صابلي بالحشوه اللي حضرنا بهذه الطريقه. كما كتلاحظوا كناخذوا غير شويه ديال الحشوه كل وضعوها في الوسط. انا كنعمل غير يدي، كتسهل عليا الخدمه بلا ما كندير المعلقه. صافي غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل. هاد الصابلي راه كيجي بنين وكيجي زوين، كنتمنى تجربوه، راه كيجي هائل صراحه، كيجي هائل. دابا غادي نبقى مستمره حتى كنكمل. ما كملت، غادي نزوقهم بالشوكولاط اللي ذوبت، غادي نزينوهم بالشوكولاط اللي ذوبت. كناخذ معلقه وكنهز القليل من الشوكولا وكنبدا نعمل خطوط اللي هي رقيقه. صافي غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل، ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالي. هذا هو الشكل النهائي ديال صابلي، كيجي شكل راقي وكيجي مذاق بنين، وصراحة كيجي هائل. كنتمنى تجربوه، فعلا يستحق التجربة. ما تنساوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ما هو جديد، وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وحبابكم. مع السلامة، فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.